صباح اليمن اليوم، صباح الشوق، صباح المحبة، صباح الخير نزفه بإذن الله تعالى لكل متابعينا. أهلا بكم أحبتي في هذا الصباح الجميل إلى صباح اليمن اليوم. إذن مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في هذا الصباح كما بدأنا بهذه الأجواء وهذه المناسبة الدينية العظيمة التي نحن في أولها في العشر طبعا من ذي الحجة. نقول لكل إن شاء الله لكل زائرين البيت الحرام تقبل الله منكم، وإن شاء الله عقبالنا كذا ما نزور بيت الله الحرام. إذن مشاهدينا الكرام، حلقتنا هذا اليوم بتتكلم عن التظاهرة اليمنية الجميلة اللي هي الفن التشكيلي، عن المعرض الذي أقيم هنا في القاهرة. تظاهرة فنية فعلا كانت رائعة جدا، مشاركة 120 فنان تشكيلي يمني من مختلف محافظات اليمن الحبيب. للحديث حول هذا المعرض، عن الفن التشكيلي، عن اللوحات التي قدمت، عن الرسامين، عن الشباب الذين طبعا يبادرون ويقومون بنشر هذا الفن، فن التشكيلي الذي يغلب عليه الطابع اليمني في الكثير من الحالات في بلدان كثير. معي الفنان التشكيلي محمد سبا. صباح الخير. صباح الخير لكم جميعا ولكل المتابعين ولقناة اليمن اليوم وكل القائمين عليها. نعم، أهلا فيك. ما شاء الله تظاهرة كبيرة أنا ألاقيها، أنه الفنانين التشكيليين الآن بدأوا يتجمعوا يرسلوا لوحاتهم سواء كانوا خارج مصر. نعم. أو في داخلها. نعم. حلوة المشاركة، وكذلك أنه يكون الطابع هذا فيه نوع من النكاء اليمنية. كلمنا عن هذه التظاهرة والمشاركة بالأصح. طبعا هذه احنا اسميناها قافلة الفن التشكيلي اليمني. نعم. يعني حاولنا يعني في الحقيقة ان احنا نجمع كل الفنانين التشكيليين اليمنيين للقيام بعمل معارض تشكيلية وفعاليات. وكانت المبادرة طبعا من الزملاء، وأيضا كانت معنا يعني في الحقيقة الدينامو المحرك هي الدكتورة ألطاف حمدي، هي فنانة تشكيلية. أيوة. وقمنا بعد ذلك يعني بإعداد مجموعة في الواتساب، وجمعنا كل الفنانين الذين يعني نعرفهم، كل واحد يعني يجيب زملائه من الفنانين التشكيليين من كل المحافظات اليمنية. وبعد ذلك بدأنا نتناقش في موضوع ماذا نفعل، يعني لابد أن يكون لنا كلمة، يعني أن نقوم بعمل فعاليات، نقوم بعمل معارض. يعني نحن الآن من حوالي 4 أو 5 سنوات منذ أن بدأت الحرب، والفنان التشكيلي في اليمن يعاني من إهمال شديد، يعني لا توجد معارض، لا توجد فعاليات، ليس هناك يعني أي اهتمام باللوحة وبالفن التشكيلي. الفنان يرسم اللوحة ويضعها في البيت، لا أحد يعني يلتفت إليها. فقررنا أننا لن نصمت، وأننا يجب أن نظهر الوجه الجميل من اليمن. وطبعا كانت الانطلاقة في البداية أن احنا كنا مقررين عمل المعارض في اليمن نفسها. أيوة. فحصلت عراقيل كثيرة، يعني حاول الفنانين يعني بكل جهودهم وتعاونوا، يعني بصراحة الجميع كانوا متعاونين، منهم الفنان وليد دلة وعديد من الفنانين، يعني حاولوا أن إقامة المعرض في تعز فلم ينجح ذلك، حاولوا إقامته في صنعاء أيضا، يعني حصلت اعتراضات كثيرة حتى من الفنانين، لأنه صعب يتنقلوا الآن من محافظات إلى أخرى. أيضا في عدن، في حضرموت، كان صعب كله في كل المحافظات، لأنه أصبحت الآن هناك انقسامات كثيرة وصعوبة التنقل، وأيضا صعوبة إقناع كل منطقة يسيطر عليها جانب. فإحنا الفنانين طبعا بطبيعتنا لا نعترف ولا بأي جانب، وليس لنا دعوة في السياسة أصلا، نحن نريد عمل معارض فنية تعكس الوجه الجميل من اليمن. أيوة. المهم اكتشفنا في النهاية أنه يعني من الصعب عرض اللوحات هناك، وستحصل يعني عدد من العراقيل. فكان القرار النهائي أن يتم عمل معرض في القاهرة، يعني طبيعة القاهرة هنا يعني هناك ترحاب شديد بالفن، والمجتمع هنا والقاعات متاحة، فقررنا أنه يكون عمل المعرض في القاهرة. طبعا بعد أن
قررنا أن يكون هنا، قمنا بعد ذلك بعمل ترتيبات يعني من حجز قاعات، من التواصل مع السفارة اليمنية، التواصل مع المعنيين، مع الجهات هنا أيضا في تنظيم المعارض، وكان هناك يعني ترحيب شديد، وحرصنا أن تكون اللوحات كلها من التراث والثقافة اليمنية، وأن لا تتدخل في أي طرف سياسي، من أجل أن تعكس الجمال الموجود في اليمن، ومن أجل أن لا ندخل في أي صراعات مع أي جانب يعني. فنجح المعرض الحمد لله، وتم عرض لوحات حوالي 120 فنان وأكثر على فكرة، لكن يعني بالتحديد أعتقد 100 ويمكن ما بين 120 و 130 في لوحات، تم جلب اللوحات الأصلية، ومنها ما تم طباعة بعض اللوحات ولكن بنفس الجودة، وهي لوحة مرسومة ولكن أوصلناها إلى هنا بطريقة أو أخرى، وتم دعوة كل المهتمين بالفنون هنا في القاهرة من الزملاء ومن فنانين تشكيليين من كل البلدان، وكان معرض ناجح الحمد لله، وعكس يعني نظرة إيجابية جدا عن اليمن، وأن هناك جيل تشكيلي يعني لا يستهان به، يعني 120 فنان هم ليسوا كل الفنانين، يعني هؤلاء جزء فقط من الفنانين التشكيليين في اليمن، وأغلبهم من جيل الشباب، فهذا يدل على أن هناك فن وهناك يعني جيل محب للسلام ومحب للفن، ولكن نحن محتاجين فقط إلى بعض الهدوء والاستقرار. نعم. ليظهر الوجه الجميل من اليمن. نعم، الغالب على الرسم وكمان الفن التشكيلي اللي كان معروض في القافلة أو النمط اليمني النقول الفلكلوري. نعم صحيح. وكمان يعني الألوان اليمنية الجميلة. طيب أنتم أنكم تعتبروا فنانين تشكيليين، تعتبروا سفراء كل من لمحافظة، لأنه ما شاء الله 120 من مختلف المحافظات. مثلا لماذا ابتعدتوا عن مثلا الوضع السياسي، عن الصراع في لوحاتكم؟ يعني اللوحة هي طبعا تعتبر سفير بحد ذاتها، ترسل الصورة أبلغ ما ترسل الكلمة أو الخبر. طبعا هذا الموضوع موضوع شائك جدا الحقيقة، أن الفنان لا يجوز تقييده بأي قيود، هذه هي الحقيقة، يعني لا يجوز أن يمنع الفنان من التعبير عن رأيه ومن التعبير عما يدور في دواخله، يعني من أفكار ومن يعني معاني يريد أن يوصلها إلى الجمهور، ولكن للأسف نحن أجبرنا على هذا الوضع أن لا نتدخل مع أي طرف، وكان هناك ضغوطات شديدة أن يكون المعرض في حال أردتم عرضه هنا في القاهرة أن لا يتدخل مع أي طرف، وأن يكون كل اللوحات ما يعني غير يعني موضوعاتها غير يعني تتدخل في أي جانب أو أي طرف بهذا المعنى يعني. وتم إيصال رسالة لنا أنه إذا كان هناك أي لوحات، طبعا هنا من أيضا حتى من السفارة اليمنية، وأنا أقولها بكل صراحة يعني، أنه إذا في أي لوحات تتحدث عن الحرب فإنه لن يسمح بعمل معرض في هنا. فطبعا نحن أيضا نريد أن ننسى كل الصراعات التي يعني تتداخل الآن في اليمن بشكل يعني معقد جدا، فكانت الفكرة أنه أولا نتجنب الضغوطات التي يعني نلاقيها من جهات، لأنه أصلا من حقهم أيضا أن يعني يفرضوا علينا هذا، بسبب أنه يعني هناك صراعات كثيرة ومعقدة ومختلفة، فخلوا الفن يعني يكون يعبر عن ثقافة اليمن. وكانت الفكرة إحنا أيضا أن إحنا أردنا أن نعكس الجمال الذي في البيئة اليمنية والثقافة الشعبية والفلكلور اليمني، يعني نظهر الوجه الجميل وأن ننسى كل خلافاتنا، يعني الفنانين الذين مشاركين في المعرض من كل المحافظات، ومعروف أن المحافظات اليمنية هناك يعني الآن اتجاهات مختلفة فيها يعني سياسيا، فعندما نأتي إلى يعني عرض معرض يجمع 120 فنان، هؤلاء الفنانين من المعروف أنهم سيتبعون جهات مختلفة وأطراف سياسية مختلفة، نحن نريد أن نوحدهم تحت اسم واحد الذي هو اليمن وثقافة اليمن وجمال اليمن وطبيعتها الجغرافية بحارها بجبالها بالقرى والوديان
أيضا يعني نرسم الوجه الجميل من هذا البلد وننسى كل الخلافات. فكانت الفكرة أن لا يعرض أي شيء لجانب أو لطرف حتى لا تحصل حتى خلافات بيننا نحن الفنانين أنفسنا يعني. أيوة صحيح. فكان الفكرة يعني متناسبة من النواحي العديدة يعني في الوقت مناسبة، أن هذا الوقت لا يصلح للخلافات، وأيضا في المكان والزمان يعني كانت الأفضل أن يكون الفن عن اليمن وعن ثقافتها فقط. طيب محمد، لاحظنا بالفترة الأخيرة أنه أصبح الفن التشكيلي حاضر بقوة. كان زمان ممكن الأغاني الأفلام، الآن كمان الموسيقى، لكن الآن الفن التشكيلي الآن بدأ ينافس بقوة. الفن التشكيلي في اليمن هو من الطبيعي أن يكون هناك فن تشكيلي طبعا، لأنه الحضارة اليمنية هي حضارة تشكيلية أصلا. يعني عندما مثلا نشاهد عمارة صنعاء القديمة سنكتشف أن هذا الشعب أصلا في داخله الفن، ويمارس الفن التشكيلي منذ أقدم العصور. يعني عندما نشاهد أيضا الزخارف التي تزخرف بها المباني في حضرموت أو في حتى في القرى، يعني نشاهد صاحب المنزل يأتي بالنقاش ليعمل النقوش في سقف الديوان، ويأتي بصاحب القمرية ويطلب منه تشكيلة معينة، ويريد زجاج ملون بتشكيلة يعني بتوزيع معين. يعني الفن موجود والتشكيل موجود في البيئة اليمنية. فبطبيعة الحال أن يولد فنانين، يعني هناك يعني حتى وإن لم يكن متخصص في الفن ولكن هناك حب للفن، وهناك حب للتشكيل وللجمال، يعني أن يزين منزله بلوحة جميلة، أن يمارس الفن لحبه للفن. فمن الطبيعي أن يكون هناك جيل تشكيلي في اليمن. وأيضا لا ننسى أن هناك في اليمن أيضا تدريس للفنون يعني بشكل أكاديمي. فلدينا مثلا في الجامعات جامعة ذمار فيها قسم تربية فنية، أيضا جامعة إب يوجد قسم تربية فنية. يعني حوالي الآن الدفعة يمكن أكثر من 12 دفعة في كل من ذمار وإب، وأيضا هناك قسم تربية فنية في حضرموت، وأيضا يوجد معهد جميل غانم للفنون وهو قديم جدا في عدن، أيضا في صنعاء يوجد معهد للفنون. وأيضا منذ أعتقد الستينات أو السبعينات كانت هناك حركة تشكيلية في كل اليمن. نعم. وهناك يعني جيل تشكيلي، منهم من درس في روسيا، منهم من درس في يعني في دول متعددة في الخارج. فهؤلاء الفنانين يعني تدرب على أيديهم الكثير من الشباب، وهؤلاء الشباب بعد ذلك منهم من فتح منتديات أو يعني أماكن لتعليم الفنون ومدارس تعليم الفنون. فأنتجوا لنا جيل تشكيلي، وبطبيعة الحال كما قلنا أن المجتمع أيضا يحب الفن، فمن الطبيعي أن يكون هناك ظهور. وأعتقد أن هذا الظهور هو بسبب يعني الآن يعني وسائل التواصل التي ساعدت على إظهار هذا الجانب، إنما هو كان موجود ولم يكن هناك فقط يعني وسائل إعلامية لإظهارهم. فالآن استطعنا أن نوصلهم، وأيضا بمثل هذه المعارض التي تقام الآن يمكن لنا أن نشاهد يعني أعمال هؤلاء الفنانين وأن نجمعها في إطار واحد وفي قاعة واحدة كما نشاهد الآن. نعم. يعني لوحات متعددة جدا وكلها تعكس جمال الثقافة والطبيعة في اليمن. نعم. طيب الفن التشكيلي مشاركين فيه ما شاء الله شباب كثير، كيف عن مشاركة المرأة؟ هل هناك مثلا شاركين فتيات معاكم فازين بلوحات؟ المشاركة كانت متاحة للجميع، لم ننظر لا إلى جانب امرأة أو شاب. يعني البنات والفتيات كما نسميها شاركنا بقوة في المعرض، وهناك يعني تقريبا حوالي الثلث من الأعمال كانت لفنانات تشكيليات. وعرضت أعمال تشكيلية وحضرت أيضا يعني لهن من الفنانات التشكيليات، حضرت مع أعمالها حوالي 5 أو 6 فنانات اللي كانت متواجدة، ومنهم من جاءت من حضرموت أعتقد الفنانة سالي، ومنهم من بعث يعني طبعا باللوحات بسبب صعوبة الأوضاع، سواء من فتيات أو شباب، وأتم عرض أعمالهم. وكانت المشاركة للمرأة مشاركة قوية يعني،
ولدينا في الحقيقة في اليمن يعني كوكبة من الفنانات التشكيليات يعني، ويعني أعمالها رائعة جدا وتعكس إنه الثقافة والفن في اليمن. نعم، ليس محصورا على هذه لوحة الفنانة سيماء الدبعي التي ظهرت، وهي فنانة تشكيلية يعني من الجيل الشباب المتميز. فاللوحات يعني تعبر عن الجمال الموجود في اليمن، وهي متنوعة من حيث المدارس، من حيث الأساليب الفنية. أيضا هناك منحوتات هذه الفنان أحمد المصابي، يعني تنوعت الأعمال إلى درجة أنه اندهل أكثر الجمهور الموجودين في الافتتاح. نعم. أنهم يعني خاصة من الجانب المصري من الفنانين التشكيلي الذين تم دعوتهم، يعني وصلتهم فكرة عن الحركة التشكيلية في اليمن. هم كان هناك الكثير لا يعرفون ماذا يحصل في اليمن، هل هناك فن تشكيلي بمعنى فن تشكيلي أم لا. فكان المعرض يعني يعكس طبيعة الحركة التشكيلية في اليمن. طيب محمد، وأنت منظم المعرض؟ لا، ليس أنا وحدي بصراحة. كنت من ضمن المشاركين في تنظيم المعرض. أنا فقط. طيب، إيش ممكن الصعوبات اللي تلاقيها في تشكيل أي معرض، خصوصا أنه خارج اليمن؟ أولا بالنسبة للمعرض، أولا أحب أن أوجه الشكر للدكتورة ألطاف حمدي، طبعا هي كانت الدينامو المحرك للمعرض، وهي من اجتهدت بصراحة، يعني ممكن أن أقول هي 90% اشتغلت عليه الدكتورة ألطاف، و10% إحنا الباقيين كلنا يعني. نعم. فطبعا اجتهدت وعملت جهد كبير، حتى هي يعني طالبة تدرس في المملكة العربية السعودية، وسافرت إلى هنا من أجل المعرض، وتكلفت يعني، وأعتقد أنها دفعت أيضا من جيبها الخاص واجتهدت بشكل كبير. فنوجه لها التحية يعني باسمي وباسم كل الفنانين. وطبعا نحن ساعدنا بعض، ولكن لم نجتهد بصراحة كما اجتهدت، تم يعني نقل المعرض إلى هنا بصعوبة، لم يكن يعني بالدرجة السهلة أن تجمع يعني لوحات، خاصة لما تكون لوحة أصلية. أي. تم تجميع اللوحات أولا من المحافظات نفسها، يعني كانت صعوبة أن يتم جمع اللوحات في المحافظات اليمنية إلى مكان واحد، وبعد ذلك يتم إرسالها إلى هنا أو إلى الدكتور ألطاف في السعودية عبر المسافرين والزملاء، وبعد ذلك يتم نقلها إلى هنا إلى مصر، ويتم بعد ذلك استقبال لوحات المشاركين، ويعني اختيار الصور المناسبة. البعض مثلا يرسل الصورة وهي لا تكون مناسبة أيضا حتى لطباعتها، يتم بعد ذلك نصيحته بأن يأتي بمصور يصور اللوحة بشكل جميل. يعني كانت هناك صعوبات كثيرة حتى وصل عدد اللوحات إلى يعني أكثر من 150 لوحة ل 120 فنان، وكنا يعني حرصنا على أن تكون يعني في الغالب لوحة واحدة لكل فنان، يعني لو أتحنا الفرصة ممكن كانت توصل آلاف اللوحات يعني. أيوة كثير، كل من ولكن يعني عشان نجمع أكبر عدد ويكون متاح المشاركة للجميع، يعني كانت من لوحة واحدة في النهاية لكل فنان، وتعرض هذه اللوحة إلى جانب زملائه يعني. طيب، هل لكم الآن بعد ما تم عرض هذا القافلة، فيه الآن عروضات في جامعات أخرى، في عروض أخرى أيضا في القاهرة أم خارجها؟ والله بالنسبة هنا للقاهرة ليس من الصعب أن يتم نقل المعرض إلى أي مكان آخر، ولكن نحن نفتقر إلى جانب الدعم بصراحة يعني. المعرض الأول تكفل به يعني بعض يعني جوانب من الناس المثقفين، مثل مؤسسة أروقة اللي يعني الأستاذ هاني الصلوي يعني دعم بعض الشيء. أيضا هناك مؤسسات بسيطة كذا ثقافية يعني ما دعموا في أشياء بسيطة. نعم. فلا يوجد دعم يعني، إحنا إذا أردنا نقل المعرض الآن سيتكلف يعني ممكن إيجار قاعات، ممكن يعني في حالة واحدة فقط إذا تم التنسيق مع جهات في وزارة الثقافة المصرية، مثل دار الأوبرا المصرية، أو هناك يعني قاعات متاحة للعرض مجانية، ومشكورين طبعا في جمهورية مصر هنا أنهم يعني يدعموا الفنانين بصراحة،
ويوفر لهم القاعات حتى يعني من غير أي مبالغ مالية كتشجيع للفن. فنحن نسعى الآن إن شاء الله إنه إذا يعني وجدنا قاعة مناسبة ويعني متاحة ويمكن أن نعرض المعرض أيضا في مكان آخر. يعني فرصة أن وصلت أعمال الفنانين التشكيليين إلى هنا، ومن واجبنا أن ندعم هذا الفن ليظهر وليتم عرضه في القاعات الواسعة. أهمية عرض زي هذا نقول العروض أو للفن التشكيلي، أهميتها بالنسبة لكم أنتم كفنانين وكمان للثقافة اليمنية؟ أولا الأهمية تتفرع إلى عدة جوانب. يعني هناك أهمية أنه لازم يعني نعرف المثقفين ونعرف الجمهور بالمسيرة التشكيلية في اليمن وبالحركة التشكيلية في اليمن. يعني هل هناك حركة تشكيلية في اليمن؟ هذا السؤال دائما يتردد علي من الزملاء والفنانين التشكيليين الذي ألتقي بهم هنا في القاهرة. يعني الأغلب يقول لي أنا لا أعرف الحركة التشكيلية في اليمن، ممكن أعرف من الجيل الأول، يعني الفنانين الجيل الأول الذي وصلت شهرتهم يعني إلى هنا، لكن هل استمرت هذه الحركة التشكيلية؟ وهل هناك فن تشكيلي في اليمن؟ يعني كتب هنا مئات الكتب في مصر مثلا عن الفن التشكيلي المصري، الكثير من النقاد الذين كتبوا عن الفن التشكيلي وتم توثيق أعمالهم واعتبرت يعني أعمالهم من التحف الفنية التي تعرض الآن في المتاحف ويزورها السياح وتعرض في قاعات الفنون. لكن هل هناك حركة في اليمن؟ هذا هو الإجابة من خلال هذه المعارض. هذه أهميتها، أننا نريد أن يعني نوصل أن الفكرة أن هناك حركة تشكيلية في اليمن، وهذه أعمالهم، وأعمال على فكرة أعمال راقية جدا، ويعني فيها مستوى عالي من الإبداع ومن التمكن لدى أكثر الفنانين المشاركين. أما بالنسبة للجانب الآخر، الأهمية للفنان نفسه، الفنان عندما يرسم اللوحة هو يريد أن يوصل فكرة، يريد أن يتحدث عن طريق اللوحة، عن طريق الفرشاة والألوان، فيعبر عن ما في داخله. فهي يعني لازم أن تعرض هذه اللوحات، يعني هو رسمها أيضا من أجل أن يشاهدها المتلقي. فعندما يعني تعرض هذه الأعمال، فمن حق الفنان أن تعرض أعماله، من حقه أن يشتهر، أن يشاهد الناس أعماله، من حقه أن يعبر عن رأيه وأن يظهر الجانب التشكيلي والجمالي الذي يتمتع به. وأيضا هناك أهمية أخرى، أنه عندما يتم تشجيع مثل هذه الفعاليات تذوب الخلافات التي يعني يعاني منها الشعب. يعني إحنا الآن لو شاهدت أمس التظاهرة الفنية اللي كانت، يعني كل الأطياف مشاركين، الشباب من كل المحافظات، يعني نسوا كل الخلافات. فهؤلاء هم من يمثلون يعني الجانب الجميل ويعكسون الجانب الجميل من اليمن، ويعبرون عن الجيل المحب لبعض، الجيل الذي يريد أن يعني يظهر بلده بشكل أجمل وينسى كل الخلافات. دائما الفنانين كما يقال يعني في الغالب هم حساسون جدا، ولكن بنفس الوقت يعني قادرين على نسيان الخلافات رغم من حساسيتهم الشديدة وحساسية الفنان. لكن في الغالب الفنان يستثمر هذه الحساسية بأن يتجنب كل الخلافات والصراعات. أيوب طارش عندما نشاهد أغاني لم يغني لأي شخصية، أو لماذا؟ لأنه الفنان لا يريد أن يدخل في أي صراع، هو يريد أن يعيش لفنه، أن يقدم الفن لكل الجمهور بكل أطيافه. وهذا هو ما حصل في هذه الفعالية، وما يحصل في أغلب الفعاليات، أنه يتم نسيان كل التعصبات وكل المشاكل التي يعاني منها الفنانون، ويندمجون كلهم في شيء جميل وفي عرض يعني يعكس ثقافة الجميع في مكان واحد. نعم، أنا كنت لاحظ مثلا في صنعاء كانت الجداريات، كان مثلا يعبروا الرسامين في الجداريات بألوان، وكذلك رسوم يعني تعبيرية كثير، الآن منعت طبعا. أنتم الآن هنا في القاهرة شاركتم باللوحات، هل هناك الآن عندكم نية الآن
أنه بسبب الأوضاع وأنت تكلمت عنها كثير. نعم. تقوموا بتنظيم مثلاً وتدريب شباب وشابات على الرسم التشكيلي في القاهرة لأبناء مثلاً الجالية اليمنية هنا؟ هذا يعني بالنسبة للموضوع هذا الذي هو تدريب شباب وشابات، يعني قمنا قبل أكثر من عام أنا والفنان غدفان المحمدي بعمل دورات مجانية. ونسقنا مع المركز الثقافي حينها، وتم يعني تدريب هؤلاء الشباب في قاعة المركز الثقافي، وكان هناك مجموعة من الفنانين ومحبين الفن ومن حتى من المواهب من الأطفال، وقمنا بتدريبهم لمدة شهر كامل. وكانت يعني الجالية اليمنية متفاعلة هنا في القاهرة، وتم يعني اللي جلب أبناءه إلى القاعة لتعليمهم، وأيضا من الشباب أنفسهم كانوا محبين أنهم يتعلموا، وهناك من المشاركين في المعرض نفسه من الشباب الذين دربناهم هنا ويعني ساعدناهم بعض الشيء، مع أن الفن موجود بداخلهم يعني، بس وجهناهم في بعض النقاط وأصبحوا الآن فنانين. أنا تفاجأت أمس يعني بفنانة كانت مبتدئة عندما دربناها في القاهرة من حوالي سنتين أو سنة ونص، تفاجأت أمس أنها وصلت إلى مرحلة يعني أصبحت فنانة تشكيلية بمعنى الكلمة يعني. والفنانة اسمها نورة ردمان، يعني هي تدرس طب هنا، بس عندما شاهدت اللوحة لوحة يعني قمة في الروعة والجمال. فالفن يعني يحتاج أيضا إلى تدريب الشخص نفسه، يعني هو عنده حب للفن، فعندما يذهب إلى الدراسة ممكن بس يأخذ الخطوط الرئيسية فقط ما دام هو محب للفن. الآن أصبح متاح أنه يعني الإنسان يتدرب حتى عبر اليوتيوب مثلا، يمكن أن يفتح قنوات تدريب للفنون، ويمكن أن ينمي من موهبته وينمي من الطريقة التي يعمل بها والأسلوب الفني، يعرف عنه معلومات أكثر، يأخذ معلومات عن الألوان وكيفية استخدامها. فليس لم يعد من الصعب الآن أن يتدرب الفنان سواء عن طريق فنانين أو حتى عن طريق الوسائل المتاحة مثل الإنترنت يعني. طيب ما تعقش المدارس الكثيرة في الفن التشكيلي المدربين أو مثلا المدربات أنهم يدخلوا في هذا المجال، مثلا لما كل واحد من مدرسة إلى أخرى؟ نعم، المدربين في منهم مثلا يدرب عبر يعني عمل منتديات، الفنان غدفان المحمدي مثلا عنده منتدى في صنعاء ويعمل على تدريب الفنانين هنا ويعني وتعليمهم عن طريق الواتساب. أي. يعني وسيلة حديثة، ولكن عنده خبرة في هذا المجال، فيقوم مثلا بتصوير نفسه وهو يرسم لوحة وهو يخطط اللوحة، ويعني يرسلها إلى المتدربين عبر مجموعة في الواتساب، وتخرج على يديه فنانين كثيرين وهو يدربهم عن طريق الواتساب، يعني استغلال للوسائل الحديثة. أي. وخبرة عنده أصلا في التدريب، لأنه فنان يعني منذ فترة طويلة ولديه منتدى في صنعاء. فهذه يعني الأفكار ممكن استثمارها والاستفادة منها في هذه الموضوعات. لا أدري إن كان هذا هو القصد من السؤال. أنا كمان القصد من السؤال أيضا جزء من ما قلت، وكمان أنه في الرسم يعني هل هناك مثلا يلاقي المدربين صعوبة مثلا في اتباع لون معين نمط معين من يعني في ناحية الأساليب الفنية؟ أيوة. الأساليب الفنية بصراحة هذه هي أو الاتجاهات التشكيلية أو الفنية كما يسميها البعض، هي تحتاج إلى تدريس أكاديمي يعني لمعرفة المدارس التشكيلية. في الغالب يتم تدريسها أكاديميا في كلية الفنون أو في معاهد الفنون، ولكن ليس من الصعب الحصول على المعلومات عنها بواسطة قراءة الكتب أو الاطلاع على قنوات وثائقية تتحدث عن الفن التشكيلي. والمدارس الفنية هي كانت في مرحلة يعني القرن السابع عشر والثامن عشر حتى ما وصل إلى الفن الحديث وما بعد الحداثة الآن، يعني تشعبات كثيرة، مدرسة واقعية، مدرسة سريالية من الخيال، بعد ذلك جاءت مدرسة تكعيبية والمدرسة التعبيرية، يعني مدارس كثيرة جدا. فلا يلم بها إلا من كان يعني مطلع بشكل كبير، من الصعب جدا أنه
يعني يتم فهم كل هذا كل هذه الاتجاهات والأساليب إلا بدراسة أكاديمية. نعم. ومن الفن التشكيلي إلى فن آخر وهو الشعر، لكن من القاهرة إلى ماليزيا. مشاهدين الكرام، نظمت صباحية شعرية جميلة في ماليزيا، شارك فيها العديد من الشعراء اليمنيين. نتابع مشاهدين الكرام. فعاليات مفيدة ومطلوبة، نريد أن نخرج عن المألوف، نريد أن نلتقي بموضوعات ذات قيمة تناقش كثير من القضايا. أنا سمعت شاعرنا دكتور طارق يتحدث عن المثقف أو الثقافة والأدب المفكر والأدب والمثقف. هذه ثلاث مسميات. ألا قومي بصحنك قد بلينا، ونكسنا البنادق صاغرين، بربك أم عمرو لا تهوني، لقد جار الزمان فغادرين. فلا والله لا الأوطان تحنو، ولا المنفى غداة تصبحين. تشردنا فقوم في الصحارى بلا مأوى وقوم يصطلون. ملأنا من سراب الوهم كأسا، وأفرغنا الكؤوس وما روينا. تسللنا كمثل النمل ليلا، نعض ثيابنا متلفتين. وكنا نزدل الأهوال حتى بلغنا التيه من صحراء سينا. كأن قوم موسى يوم تاهوا، فلا عرب ولا دنيا ودينا. وأما الحاكمون فما توانوا، يعيشون الحياة مهرولين. إذا دقت طبول الحرب هبوا بكل الراقصات مدججين. بريئا ظالما سمحا حقودا، مدانا في الحياة بغير وزري. أنا في جملة النسيان عطف، ضمير غائب أو حرف جري. أسير محملا بهموم صنعاء وقهر الرافدين وحزن مصري. وبي ظمأ العراق، وبي ظمأ الحجاز، أساد مشق حنين القدس في الزمن الأمر. لأني ليس لي وطن ومأوى، تراني ساكنا في بيت شعري. وإني حين أقرأ في كتاب ستبني قلعة للمجد ذاتي، ويسمو حينها عقلي وفكري لتصفو بعدها دوما حياتي. يصير الناس من حولي جنودا، رفاقا للعلا نأتي المآتي. وقرآن الجليل به رجاتي، فلاح في الحياة وفي الممات. وسنة أحمد للخلق هادي، تنير دروبنا نحو النجاة. لا شك، مغرما بالورد مغرم، ونعيمي فيه أعظم. لا يتحطم، بالله عليك لا يتحطم. ما يتحطم، لا تقلق علي، اقلق علي من أنا أتحطم. مغرم بالورد مغرم، ونعيمي فيه أعظم، فيه روح مثل روحي، إنها أغلى وأكرم. وبه معنى حياتي أكمل المعنى وأتمم، وله أهدي عيوني، شاء قلبي ذا وأسلم. ليت أن الورد يدري عذابك، لا أدري بما استحققته، فوالله لو بيدي نكلت بالبشر، ولم أترك منهم أحدا إلا غيبته عن الوجود، فلا يبقى له من ذكري. لما كان جزائي ما أوقعت بي، ولا احتلالك نفسي بلا قيد ولا أسري. أنا وقلبي في خصام، إذ لا يرتدي إلا كفنا وأثوابي كثري، يوقن أنه لا محالة هالك، وأبقى بشكي في عذاب النكر. فأبنه يا رب عن قلبي، لا جزعا ولا فرارا من قهر هو قدري. مشاهدينا الكرام، وللحديث حول هذا الموضوع معنا من ماليزيا الشاعر ماجد السامعي. صباح الخير. صباح النور والعافية، حياكم الله. نعم، كلمنا عن الصباحية الشعرية. نعم. التي شاركت فيها.
حياكم الله وأبقاكم. الله أولا أتقدم بالشكر الجزيل لكم لتسليطكم الضوء على مثل هكذا فعاليات أدبية وشعرية. شكرا جزيلا لكم. هذا واجبنا وضروري ننقل أيضا نقول هنا الفعاليات لأبناء الجالية الماليزية كونكم أيضا متفاعلين معنا. تفضل. الله يبارك فيكم. الحمد لله كان الحضور بريا مشرفا، وعلى الرغم من أنها الفعالية الشعرية الأولى في هذا البلد في ماليزيا، نعم، إلا أن التفاعل كان رائعا من محبي الشعر والأدب ومن النخبة المثقفة. الحمد لله خرجوا بانطباع جيد عن هذه الفعالية، بل انتهت الفعالية وما زال الجمهور متلهفا لسماع الشعر. لم نكن نتوقع هذا العدد حقيقة، رغم أنه يوجد كان إجازة، كانت يوم إجازة يوم الأحد، يوم راحة للجميع في هذا البلد. أضف إلى ذلك أنه يوم من أيام العشر والكثير منهم صائم، لكنهم حضروا لسماع الشعر. أيوة. إنهم يحبون الشعر، بل طلب منا الكثير استمرارية مثل هذه الفعاليات الشعرية والأدبية، وعلامات السرور الحمد لله في وجوههم، وهذا بحد ذاته مؤشر إيجابي لنجاح الفعالية. نعم. طيب كيف كانت نوعية المشاركة، وهل هناك الآن في فعاليات أخرى سوف تقام تشاركون فيها؟ بإذن الله تعالى ستكون هناك فعاليات كثيرة قادمة، سواء كانت أمسيات أو ستكون إن شاء الله هناك مناظرات وصباحيات متعددة. كانت هذه حقيقة، هذه الصباحية يعني من خلالها نتعرف على نماذج نوعية من الكلمة الشاعرة الجميلة المميزة. كذلك كان هدفنا أيضا أن نتعرف على نماذج ممتازة من هذه الأسواق الواعدة الهادرة التي وجدت من خلال هذه الصباحية، أو وجدت من خلال هذه الصباحية فرصة لتنفس السعداء. نتعرف من خلال هذه الصباحية أيضا على قامات أدبية قضت عمرها في أروقة الجامعات تنظر في الأدب عبر التاريخ وترصد حركة الشعر الذي ناضل من أجل الوطن وسهر الليالي وتعرض للسجن والطرد والإقصاء. هذه كانت طبعا هدفنا يعني من هذه الصباحية، هو أن نلم شفاف الشعراء الذين اليمنيون والعرب أيضا من كل الولايات. الحمد لله تعرفنا الآن يعني بعد أن أقمنا هذه الصباحية ظهر لنا كثير من الشعراء وهم في ولايات أخرى لا يستطيعون الحضور، ما استطاعوا الحضور لهذه الصباحية. أستاذ نعم أستاذ ماجد، من هم أبرز الشعراء اللي حضروا وكمان يعني ألقوا قصائدهم ومناظراتهم؟ الحقيقة القصائد كانت متنوعة، وكان هناك شعر فصيح وشعر شعبي، يعني من أبرز الشعراء الفصيح الكاتب والأديب الأستاذ سكري، نشكره هنا من عبر قناتكم قناة اليمن اليوم، وكل الشعراء المشاركين والحاضرين جميعا والضيوف الكرام. أيضا كان هناك من أبرز الشعراء الشعبيين مليون العنفي، أعتقد أنكم سمعتم عن الشاعرة مليون العنفي في جانب الشعر الشعبي. أيضا هناك الدكتور عبد الرحمن العديني كاتب الأغنية، كاتب بعض الأغاني والأناشيد المشهورة. كان أيضا هناك شاعرة وكاتبة مصرية لطيفة رأفت، وأيضا كان هناك الشاعر اليمني مختار العقاب، وكانت هناك الشاعرة المتألقة حنان البعداني، وهناك أيضا مداخلات ومشاركات أخرى من شعراء يعني صاعدون قدموا بعض المشاركات، وكان هناك خطابات فنية أيضا، ومن أبرز هذه الخطابات خطاب البروفيسور عبد الله الديثاني الملحق الثقافي للجمهورية اليمنية. نعم. أستاذ ماجد، أنت قدمت مناظرة أو قصيدة شعرية في المناسبة، سواء كانت وطنية أو عاطفية؟ والله أستاذ قدمنا نحن حقيقة أكثر من نص، يعني تقريبا 6 نصوص يعني. نعم. لكن أنا حسب ما سمعت هنا الآن سمعت قصيدة واحدة، وهذه كانت يعني ربما عن معاناة الوطن العربي بشكل عام. نعم. لكن كانت هناك قصائد تخص اليمن وقصائد غزلية أيضا متنوعة، يعني أعتقد أنها أكثر من 6 قصائد. نعم، لو تسمعنا أحد هذه القصائد.
تودون سماع نص؟ أكيد إذا تكرمت نتشرف بذلك. نعم تفضل. إذن نسمعكم هذا النص وهو من النصوص الجديدة. على السطر، على السطر: إن السطر صدر وساعد، تمهد هذا الحرف مما يكابد. على السطر منفي ومن غير جملة تكثف عنه الدمع، تكثف عنه الدمع والدمع شارد. وليلك يا صنعاء موت معتق، وكأس بلا ساق وأنثى تواعد. وليلك يا صنعاء موت معتق، وكأس بلا ساق وأنثى تواعد. تقد قميص الوقت من كل لحظة، فلا ليلها يصفو ولا من تراود. ونهدان في حقل من اللوز أزهرا، يفاوضني نهد ويحتج ناهد. وخال بأعلى الخد يروي حكاية عن البر والإحنان، والخال والد. طلبت أهازيجي عن جذع نغمة سماوية الإيطاح، والله شاهد. أينكر هذا الحزن، أينكر هذا الحزن جرما أصبته؟ ومن شاهقات الحزن تلقى القصائد. وما كل من يبني على الوزن شاعر، ولا كل من يسطو على الجرح ناقد. نعم يا سلام. هذا النص صح لسانك الأستاذ ماجد السامعي، شاركتنا من ماليزيا، شكرا جزيلا لك. إذن تابعت معنا انت. بصراحة أحيي الشاعر ماجد السامعي وكل الشعراء، بصراحة استمتعنا بالقصائد وبالإلقاء الجميل. هي. برأيك مثل هذه الفعاليات، قافلتكم الصباحية الشعرية اللي عملوها بماليزيا، هل يعتبر هذا أيضا من ضمن نقول هنا التبادل الثقافي، نقل الحضارة من مكان إلى آخر وكذلك إشهارها وإظهارها؟ هذه الفعاليات مهمة جدا للشعراء وأيضا للجمهور وللمتلقين. يعني نحن الآن لولا هذه الفعالية الشعرية التي شاهدناها الآن في ماليزيا لما تعرفنا على هؤلاء الشعراء، ولما كنا شاهدنا مثل هذه القصائد الجميلة وأطربنا بها يعني في جمال الكلمات والإلقاء. يعني يوجد لدينا في اليمن كوكبة يعني رائعة من الشعراء، يعني اليمن ولادة دائما بالشعراء وبال يعني بالمبدعين. فاللغة العربية منبعها من اليمن، اليمن هي منبع اللغة العربية منذ، والشعر أيضا لدينا عبد الله البردوني ما زالت قصائده الآن يعني لم تفك رموزها، يعني ويعني تذهل كل الدارسين للشعر. فهذا كله يدل على أنه هناك يعني شعراء في اليمن يعني يحتاجون إلى إتاحة مثل هذه الفرص وهذه الفعاليات لإظهار الجانب يعني الأدبي والثقافي الذي تتمتع به يعني مختلف الفئات العمرية في اليمن، سواء من الشباب أو من الكبار أو من الأساتذة الذين يدرسون الشعر. فيعني يتاح لهم مثل هذه الفرص، وسنشاهد يعني كوكبة من الشعراء الذين يمتعون دائما بمثل هذه الفعاليات. نعم. بالنسبة لك أنت، بالنسبة للفن التشكيلي أيضا يعني كما قلنا أنه الفعاليات مهمة، فلولا هذه الفعاليات لما ظهر هؤلاء الفنانين، ولما استمتعنا بمشاهدة صحيح. لوحاتهم. نعم. ولما كنا يعني هنا في القاهرة شاهدنا التجربة التشكيلية اليمنية. فهذه الفعاليات مهمة جدا بالنسبة للفنانين وأيضا بالنسبة للمتلقين لمعرفة هؤلاء الفنانين. نعم. أنت يا محمد بالنسبة لمشاركتك وبالنسبة لرسمك، يعني البداية دائما يعني تكون انطلاقة الفنان بحد ذاته، يعني أنه كون هذا الشيء له وبعدين انطلق مع مجموعات. أنت كيف كانت هناك، يعني كيف كنت تبدأ ترسم؟ هل بدأت في اليمن أم أنه درست هنا في القاهرة هذا الرسم، أم كانت مجرد هواية؟ بالنسبة للفن يعني أنا كنت منذ الطفولة أحب هذا الجانب.
أتذكر أن أنا كنت دائما أطل من نافذة منزلنا طبعا في مكان مرتفع في أحد جبال محافظة إب. الفضاء الذي كنت أشاهده من النافذة كان عبارة عن جبال ومدرجات، يعني جبل وراء جبل، في فيختفي حتى يصل إلى آخر جبل كان يعني مختفي تماما ولكن تظهر الخطوط العلوية منه. فكنت دائما أتناول القلم وأحاول رسم هذا المشهد، هذا الذي أتذكره في الطفولة المبكرة جدا يعني وأنا ما زلت طفل صغير. بعد ذلك كنت يعني في الدراسة أحاول رسم، يعني أخذ كراسات وأرسم لوحات. تطورت بعد ذلك إلى حب لهذا المجال، وأيضا كنت في مجال يعني المشاركات داخل المدرسة أحاول أن أشارك. هذا من أحد لوحاتك طبعا؟ هذه أيوة نعم، لوحات كانت في معرض مقتطفات يمني الذي أقمته فيه هنا في القاهرة السنة الماضية. بعد ذلك تخصصت في مجال الفن التشكيلي في قسم التربية الفنية في جامعة إب. يعني عندما عرفت أن هناك قسم يدرس الفنون بصراحة لما أتوانى عن الذهاب والتسجيل في هذا التخصص، مع أنه يعني هناك تخصصات في الطب، هناك كانت الأسرة أو أيضا من الزملاء يقولوا لي حاول أن تشاهد تشوف لك تخصص هندسة تخصص كذا، عشان لم يكن في بالي أي شيء. يعني انطلقت في نفس اليوم وذهبت إلى هذا التخصص، سجلت ولم أناقش في هذا الموضوع. فيعني هو حب في هذا المجال، وهذه هي طبيعة الحياة يعني صراحة صور روعة يعني لابد ما يكون في تنوع يعني في الناس، هناك الطبيب وهناك الفنان وهناك المهندس وهناك الإعلامي، وبهذا التنوع تكتمل الحياة يعني. طيب وجدت الرسم يعني اللي في، طبعا تركت الطب تركت الهندسة تركت مجال التخصصات الأخرى، هل وجدت نفسك بالرسم؟ أنا وجدت نفسي، وأصلا من الصعب أن أتخصص في شيء آخر لأنه حب لهذا المجال، يعني لا أستطيع، يعني يمكن لو دخلت تخصص آخر كنت سأفشل فيه يعني حسب يعني توجهي. أيضا هناك أشخاص يعني نشاهدهم، مثلا كان لدينا يوم أمس في المعرض حوالي 3 أو 4 منهم الفنانة نورة ردمان والفنانة سالي من حضرموت، تخصصهم في الطب يعني هم طبيبات أصلا، ولديهن أعمال تشكيلية رائعة. يعني سبحان الله الموهبة أحيانا يعني تختلف من شخص إلى آخر، أنه يكون عنده تخصص آخر وممكن يكون عنده موهبة في الفن. أيضا بالنسبة لي أنا اخترت هذا الموضوع يعني حبا فيه، وأيضا أنا وجدت نفسي أن أنا محب للفن وللتراث. أنا الآن تخصصت في الماجستير في الفنون والتراث الشعبي والتراث الثقافي، ف يعني أكتب في هذا المجال وأشتغل أيضا في الكتابة إلى جانب الرسم. فأنا أمارس يعني حياتي الطبيعية في مثلا في الدراسة والكتابة وفي الرسم، يعني أجد نفسي في كل هذه المجالات. طيب محمد، هل في فنانين تشكيليين القدماء مثلا تأثرت فيهم حبيت أنه مثلا أنك تكون زيهم زي واحد منهم؟ يعني بالنسبة للفنانين التشكيليين في اليمن طبعا أنا تعلمت على يد فنانين، أيوة. منهم الدكتور صلاح ردمان هو فنان تشكيلي، يعني أوجه له التحية أستاذي. طبعا الدكتور ياسر العنسي، هناك فنانين تأثرت بهم بصراحة وأعجبت بأعمالهم، ولكن لم يعني يكون تأثرين أن وصل إلى مرحلة أن أنا أقلد هذا الفنان، لا يعني أعجب بأسلوب الفن وممكن تظهر بعض الملامح في لوحاتي، مثل الفنان عبد الجبار نعمان رحمة الله عليه توفى من حوالي عام. أيضا أنا معجب أيضا جدا بالفنان حكيم العاقل وأوجه له التحية، وإن شاء الله هو يكون هنا في القاهرة بعد أيام إن شاء الله حسب ما تواصل معي. أيضا هناك يعني فنانين من الجيل الأول دائما أتابع أعمالهم، مثلا الفنان هاشم علي، الفنان مظهر نزار فنان رائع جدا، مثل هؤلاء الفنانين أثروا على كل الفنانين التشكيليين في اليمن وليس يعني على جيلنا نحن فقط، تعلم على يديهم الجيل الثاني من الفنانين في اليمن، تعلموا أغلبهم على يد الجيل الأول الذي هو عبد الجبار نعمان وهاشم علي. فعندما نقرأ سيرة الفنانين السيرة الذاتية لهم نشاهد أنهم
تأثروا بالجيل الذي قبلهم، فمن الطبيعي أن نتأثر نحن أيضا بالأجيال التي سبقتنا. طيب معارضك اللي شاركت فيها كفرد فقط؟ أنا طبعا شاركت في معارض مع زملاء، ولكن بالنسبة للمعارض الشخصية أقمت حوالي 3 معارض خاصة بأعمالي هنا. يعني كان آخر معرض الذي في شهر 7 في السنة الماضية في أكاديمية الفنون الأكاديمية، نعم في الأكاديمية التي أدرس فيها أنا، هناك قاعات متاحة لعرض الفنون التشكيلية. كم كانت لوحاتك؟ كانت حوالي يمكن أكثر من حوالي 35 لوحة تقريبا. كنت قد رسمتها منذ وصولي إلى مصر، يعني حوالي 2 أو 2.5 سنين وأنا أرسم هذه اللوحات، وعرضتها جميعا في معرض واحد، ويعني كان معرض ناجح جدا الحمد لله، وجاء الكثير من يعني الإعلاميين ومن النقاد والدكاترة والأساتذة وعلقوا على المعرض وأعجبوا فيه، كتبت عنه أيضا بعض الصحف مثل صحيفة الأهرام واليوم السابع، ممكن تجدون يعني معلومات عنه بكثرة في اليوتيوب وفي المواقع التواصل. نعم، والمعارض اللي شاركت فيها كنت مع مجموعات، هي كم يعني إذا المعارض مع مجموعات صراحة كثيرة. يعني هنا في مصر بلد فنون وبلد حضارة، يعني فالمعارض لا تتوقف أصلا، لأنه عندما يكون هناك بلد يعني عمر حضارته آلاف السنين لا يمكن أن تتوقف فيه الفنون للحظة واحدة. يعني أنا عندما أتابع هنا في القاهرة ممكن لو أردت أن أذهب إلى 5 معارض في يوم واحد ممكن أجدها. يعني هناك في الأوبرا يوميا لا تتوقف المعارض، هناك معارض في قصور الثقافة، هناك معارض في القاعات الخاصة. فدائما ما يعني يتواصل معي زملاء وفنانين من مصر من دول أخرى، هناك فعالية تعال شارك فيها، فعندما يكون عندي فرصة أشارك مع فنانين من الزملاء أو من المعارض المتاحة وأتعرف على الحركة التشكيلية الموجودة في الوطن العربي. بصراحة هنا في القاهرة ممكن أن نطلع على كل الحركة التشكيلية في الوطن العربي بشكل عام، يعني هناك فنانين يأتون من مختلف الدول العربية لعرض أعمالهم هنا، فأتيحت لي أن أشارك مع الكثير منهم في معارض تشكيلية. نعم وإن شاء الله تستمر أكيد في المشاركة أكثر وأكثر، نعم وتظهروا كمان يعني الفن التشكيلي اليمني. أريد أن أيضا أوصل لكم معلومة جديدة، أنه أنا الآن عندي معرض أيضا في شهر 9 في يوم 9/9 إن شاء الله في دار الأوبرا المصرية في القاعة الموسيقية، يعني تم حجز القاعة منذ أشهر وتم تجهيز الآن، لدي حوالي 30 لوحة جديدة لم تعرض طبعا من قبل، و إن شاء الله سيكون معرض ناجح بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله، وكذا يكون في انعكاس طبعا إيجابي كبير للفن التشكيلي اليمني إن شاء الله. إن شاء الله. إذن معنا الآن فقرة صحية، إذن مشاهدين الكرام الآن نتابع هذه الفقرة الصحية حول تعليمات لحجاج بيت الله الحرام. تقبل الله مشاهدين الكرام من الجميع، نعود إلى الضيف في هذا اليوم الفن التشكيلي وكمان الشعري الطاغي على الحلقة لهذا اليوم. بالنسبة لك يا محمد كفن تشكيلي، تابعنا قبل قليل يعني ما نقول من الشعائر المقدسة، هل فكرت يوم من الأيام أنه يكون في لوحاتك مثلا جانب ديني، جانب يتكلم عن مثلاً العمارة الدينية، عن مكة مثلاً، عن الشعائر الدينية ترسمها؟ بالنسبة لي أنا طبعاً يمكن أن أرسم عن العمارة والزخارف في المباني والمساجد الإسلامية. يمكن رسم مناظر مثلاً من المساجد والأماكن المقدسة، فهذا شيء طبيعي، ولكن دائماً الفنان يتأثر بالبيئة المحيطة به. أعتقد هناك فنانين من المملكة العربية السعودية أنا يعني أعرفهم شخصيا رسموا هذه المناظر، ومن الطبيعي أن يتأثر الفنان، يعني يتأثر بما حوله ويرسم من البيئة المحيطة به.
نحن في اليمن أيضا تأثرنا بالبيئة التي نعيش فيها، يعني نشاهد الجبال والمناظر المختلفة، القرى المعلقة في قمم الجبال، المدرجات الزراعية التي تتسلسل على الجبل من الأعلى إلى الأسفل، نشاهد أيضا الزخارف القصية المتنوعة على عمارة صنعاء، نشاهد النساء في الحقول ويجلبن الماء من العيون الماء في الجبال. كل هذه المشاهد أثرت فينا وفي أغلب الفنانين التشكيليين ونقلوا هذه البيئة في لوحاتهم، فمن الطبيعي أن يتأثر الفنان بنقلها. أما في جانب رسم الأماكن المقدسة فأعتقد أنه غالبا الفنانين يفضلون رسم الزخارف والقباب والمساجد بشكل يعني لوحات تعكس جمال هذه العمارة أو جمال هذه الزخارف. وكمان كان عقل الطفل التخيلي أو الطفلة أنه لما يسافر الأب إلى مكة المكرمة مثلا يكون الطفل في مخيلته متى يرجع الشغل والده، في يأخذ الكراسة ويرسم مكة، يرسم المدرة، يعني في يرتبط ذهنيا بهذا الشيء. في يعني في الفن الشعبي يسمى هنا مثلا في مصر يتم رسم بوابة المنزل للحاج نفسه عندما يذهب إلى الحاج، يتم رسم أمام المنزل لوحة للكعبة وتكتب بعض الكتابات عليها، يعني كتعبير عن أن صاحب هذا المنزل ذهب إلى الحج. فهذا نوع من الفنون الشعبية التي نشاهدها بكثرة هنا في مصر. يوجد عندنا في اليمن في صنعاء تقريبا عادات مشابهة، مثل كما أشرت عادة المدرهة، يعني أنه يتم عمل أولا حفلة لخروج الحاج، وهذه موجودة أيضا في مصر الحفلة لخروجه وعودته، ولكن هنا تختلف، يتم رسم المنزل بتزيينه بصورة الكعبة وكذا. إحنا عندنا في اليمن يتم عمل مدرهة أمام المنزل وينتظر حتى يعود الحاج هذا، ويلعبون بها الأطفال والكبار والصغار. فكل بلد له ثقافته، له عادته وتقاليده التي يبتكرها في مثل هذه المناسبات من أجل تمييزها عن بقية المناسبات، وهذه هي الحكمة التي يتميز بها كل شعب في التعبير عن تراثه وثقافته. محمد سبا فنان تشكيلي، إن شاء الله لك إن شاء الله كل التوفيق في معرضك القادم. اللوحات اللي بتعرضها في معرضك هل أغلب عليها الطابع الآن كلها عن الفن التشكيلي اليمني ما يتعلق بالجانب الفلكلوري، أم أنه هنا دخلت شيء مغاير؟ هل بتفكر مثلا توظف مثلا بعض الصور لنقل حدث معين، أم أنه بتظل زي ما أنت هنا كنا المعرض فيها الفن التشكيلي فقط ما يخص الفلكلور الشعبي؟ طبعا دائما أنا أنوع في معارضي وأرفض بعض القيود يعني التي تفرضها علينا مثلا الأوضاع. وطبعا المعرض القادم سيكون فيه جانب من الثقافة والفلكلور والتراث الذي تتمتع به اليمن، أيضا لوحات تعكس المناظر الطبيعية والجمال البيئة اليمنية. أيضا هناك لوحات تعبر عن الوضع الحاصل في اليمن، تناولتها طبعا بأسلوبي وبطريقتي بحيث لا تخدش أي طرف، ولكن أنها تعبر عن اليمن وعن الوضع الحاصل بشكل عام. وأيضا هناك لوحات رسمت أيضا من مصر ومن المناظر التي شاهدتها خلال دراستي هنا، فنوعت في هذا المعرض يعني في أكثر من موضوع، وأيضا حتى في الأسلوب أكثر من أسلوب. وإن شاء الله أترك التعليق أيضا لمن سيزور المعرض إن شاء الله، وأتمنى أن تكونوا أيضا موجودين في يوم الافتتاح إن شاء الله، ونشاركك إن شاء الله والجميع يشاركوك هذا المعرض وهذا الحضور إن شاء الله للفن التشكيل اليمني. شكرا جزيلا لك الفنان التشكيلي محمد سبا لمشاركتك لنا هذه الحلقة، وأشكركم أيضا مشاهدينا الكرام، حتى الملتقى في أمان الله. شكرا لكم.